اتكلم عن الاستاذ شريف عرفته. الاستاذ شريف شافني في حاجه كده وبعدين قال لي قال لهم هاتوا التليفون. لقيت تليفون بيقول لي الو انا شريف عرفته. قلت له انا اسفين بتكلمني ليه؟ اي حد ماشي يكلمني عايزني ليه؟ قال لي لا انا عايز اقول لك كذا 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 وبعدين هم هيقولوا لك ايه تاني. بدايتي مع الاستاذ شريف عرفه ولاد العم الجزيره 2 الكريز. بشكره طبعا لاني ليه فضل كبير عليا. 1 2 بشكر الاب بطرس دمياط لانه اخيرا افتكرني. انا من رواد المهرجان لعشرين سنه. هو مره ياخد باله مني ومره ما ياخدش باله. وبعدين يبدو ان حد قال له يا اخي جميل منصور بقى ما خلاص العمر بيجري يعني. قال جميل منصور. انا افتكر جميل منصور. وكانت ترشيح السنه دي من اللجنه واشكرها. حاجه من المهمه اللي عايز اقولها بالنسبه للمهرجان الكاثوليكي انه اثبت ان الكنيسه مش بعيده عن المجتمع. لا الجامع ده كله مصر واللي بيعمله المهرجان انه مغروس في قلب مصر. ولما اختار المهرجان الكاثوليكي للسينما السينما والمسرح والتلفزيون بيقدموا كل مشاكل الناس. معنى كده ان الكنيسه مربوطه بالناس مرتبطه بالشعب المصري ومشاكله وقضاياه وافراحه واحزانه. مش بعيده عن ان الكنيسه بس تخصص للدين ونصلي الصبح ونقفل البيبان ونروح. لا بيبان الكنيسه مفتوحه لجميع الشعب المصري بطوائفه. ربنا يديمه ونوصل يا رب للألف مهرجان الألف شعبي.